قرارات ودادية قدماء استاد المغربي لكرة القدم باش نقدم هذا الدوري في شهر رمضان المبارك، ومناسبة باش نحيو الرحيم مع الإخوة اللعابة ديالنا اللي كانوا معنا في الثمانينات لا في استاد المغربي ولا في فتح الرباطي ولا في الجمعية السنوية. حنا جمعنا الإخوان حين معهم الرحيم، كاين اللي مسكين توفى الله يرحمه في هذا النهار هذا، وكاين اللي مريض وكاين اللي باقي شي ساعة على قد الحال، ما كنحاولوا ما أمكن باش نحيو الرحيم على الإخوان هذا، وهذا الدوري هذا هو الهدف ديالو، ماشي شي هدف آخر من غير هذا الهدف ديال التواصل وصلة الرحم مع الإخوان هذو، وإن شاء الله هذه الانطلاقة ديال أول دوري، باقي إن شاء الله في السنة الجاية إن شاء الله عاوتاني الدوري الثاني. والودادية راه غادية خدامة غادية في العمل ديالها، ونتمنوهم الله إن شاء الله على خير. ونتمنوا هاد الدور بعدا يكمل بخير وعلى خير والسلامة شي عندنا، نقولوا الله يرفع لنا هاد الوباء، الله يرفع لنا هاد الوباء إن شاء الله خارجة باش نتلاقاو مع الإخوان. راه كاين اللي ما قدرش يجي لأنه مريض، ما قدرش كيخاف من العدوى، نتمنوا الله يرفع لنا هاد الوباء قبل العادي إن شاء الله بحول الله، ورمضانكم مبارك وسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تنشكر جميع الأطر والفرق اللي مشاركة في هاد التورنوا. التورنوا الأساس كان الودادية ديال استاد ماروكان هي اللي مكلفة به، تنشكروها في هاد المنبر. وحنا جميع ليزونسيان ديال الرباط هما جاو باش على أساس غادي يشاركوا في هاد التورنوا ويتلاقاو في هاد الشهر الكريم رمضان. تنحيي جميع الناس اللي كانوا من بعيد ومن قريب باش انه يأطروا هذا التورنوا رمضان، تنطلب من الله انه يجوز علينا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، حنايا اليوم هنا كنتواجدوا بهذا الفضاء الرياضي مدينة الرباط قرب البحر للمشاركة في الدوري الرمضاني اللي ينظموا ودادية قدماء استاد المغربي. احنا بصفتنا قدماء فريق الفتح الرباطي جينا باش نبيو هذا النداء ونشاركوا وفي هذا الدوري الرمضاني، وكذلك لصلة الرحم بين القدماء اللي انا كتعرفوا كل واحد والعمل ديالو، وداكشي علاش هادي كنغتنموا هاد الفرصة باش تشوف الناس اللي ما شفتيهمش منذ سنين. وكنظن ان هادي بادرة ما كرهناهاش تبقى تكون كل سنة وتعمم على الصعيد الوطني، لا بحال في الدار البيضاء بين الوداد والرجاء والفرق المغربية اللي تبارك الله عندها صيت شاسع في ميدان كرة القدم خصوصا اللاعبين القدامى.